بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد. دقائق بإذن الله تعالى نتكلم فيها عن آداب طالب العلم. طالب العلم لابد أن يؤدي حقوق ستة. الحق الأول حق مع نفسه، والثاني مع زميله، والثالث مع المكان الذي يدرس فيه، والرابع مع الكتاب، والخامس مع شيخه، والسادس مع العلم الذي تعلم. فنمر بإذن الله تعالى على هذه الحقوق الستة بإذن الله تعالى. الحق الأول مع نفسه. أولا لابد أن نعلم أن العلم عبادة، والعبادة ما تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن طالب العلم يخلص في طلبه للعلم ويبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا بد من دراسة التوحيد أولا قبل دراسة الفقه أو الأصول أو مثلا حفظ القرآن أو ما إلى ذلك. أول ما يبدأ به الطالب يبدأ بالتوحيد، ويبدأ بمتن مفيد مختصر وهو متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو ننظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم في لباسه، في جلوسه، في إنصاته. عندما جلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتعد عنه. فلا بد أن طالب العلم يكون وسط في لباسه. وكذلك سأل جبريل أسئلة انتفعت الأمة إلى يومنا هذا بهذه الأسئلة. هو في الحقيقة متعلم، جاء سائلا مسترشدا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. لماذا؟ لأن ظهر عليه أثر العلم. الجن عندما حضروا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه قالوا أنصتوا. إذن لابد أن طالب العلم يتأدب بالآداب التي تكون من نفسه، بأن يزهد في هذه الدنيا، لديه صبر، يصبر على التعلم، ولابد أيضا من الجد والاجتهاد والمثابرة، الحفظ، يعني بذل الغالي والنفيس حتى يدرك هذا العلم. فلابد من الاجتهاد، والذين جاهدوا يعني بذلوا غاية الجهد فينا أي لله سبحانه وتعالى مخلصين. ما هي النتيجة؟ قال الله سبحانه وتعالى لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا. فمن أراد الهداية ومن أراد توفيق الله سبحانه وتعالى يجاهد، يعني يبذل غاية الجهد في طلب العلم، ثم قبل كل شيء لابد من الإخلاص على ما تقدم. الصدق يتحلى بالصدق وعدم الكذب، لا غش، لا خيانة، لا غيبة، لا نميمة، يأكل الحلال، يبتعد عن المحرمات، يأتي بالطاعات، يكثر من النوافل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا لابد أن يتقي الطالب حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. هذا يعني شيء من الحق الأول من الحقوق التي يؤديها طالب العلم، حق مع نفسه. الثاني الحق مع زميله. الصاحب ساحب، وقد يسحب إلى الخير أو إلى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا. فنصاحب من نرى فيه الخير،
ويأمرنا بالمعروف، يعني نصاحب حامل المسك، أما نافخ الكير وغير هذا، هذا لابد نبتعد عنه، لأن بعض الناس مصاحبتهم دواء، وبعض الناس مصاحبتهم لا داء ولا دواء، وبعض الناس مصاحبتهم داء، وبعض الناس مصاحبتهم سم قاتل، يعني مثل الحية والعقرب، لدغة واحدة وانتهى الأمر. من مصاحبتهم دواء هم العلماء وطلاب العلم، أما من مصاحبتهم ليست لا بداء ولا بدواء، هذا الذي لا يأمر ولا ينهى ولا يعني يؤثر علينا لا سلبا ولا إيجابا. أما من كانت مصاحبتهم دواء داء هم أهل المعاصي، أهل المعاصي، يعني من مثلا يشرب الدخان، يعني الآن لو صاحب الواحد منا إنسان يدخن، فإذا لم ننكر عليه ماذا يصنع؟ ممكن يقول تفضل هذه السيجارة مثلا. المرأة أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بالحجاب الشرعي، إذا كانت تمشي مع مرأة سافرة غير محجبة، ماذا إذا لم تنكر عليها الأخرى؟ هذه السافرة قد تنكر عليها الحجاب. نعم، القسم الرابع من مصاحبتهم سم قاتل، وهؤلاء هم أهل البدع والضلال، نسأل الله عافية والسلام، لأنه كلمة واحدة أحيانا يعني تجعل الواحد نسأل الله عافية والسلامة ينحرف عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الواحد من السلف يمر أحيانا على أهل البدع، على الرجل من أهل البدع، فيضع أصبعيه في أذنيه، فيقول له هذا الرجل من أهل البدع اسمع مني ولو كلمة، يقول ولا نصف كلمة. حتى قال بعض السلف لرجل من أهل البدع عندما قال له اسمع مني شيئا، قال له امسك الشمس، يعني لو استطعت أن تمسك الشمس لا أسمع لكلامك. إذن لابد أن نتعاون، يعني الواحد منا يتعاون مع زميله، تعال بنا نؤمن ساعة، كان الصحابة يوصي بعضهم البعض، كان الصحابة يتناوبوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نؤدي هذا الحق مع زملائنا، والمؤمن مرآة أخيه. الحق الثالث من الحقوق الحق مع المكان، المكان الذي ندرس فيه، هذه الأماكن ولله الحمد والمنة هذه من نعم الله علينا، أن الله سبحانه وتعالى وفر لنا هذه الأماكن للدراسة. ولو ننظر مثلا في حال المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى شركة نظافة أو من يقوم بتنظيف المسجد، كانت امرأة تقوم المسجد، تقوم بنظافة المسجد النبوي، فماتت، ثم بعد هذا سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الصحابة رضي الله عليهم أنها ماتت بليل، وما أرادوا أن يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عن قبرها، فجاء وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام لعظيم ما كانت تصنع. يعني البعض الآن يأتي إلى مثل هذه المراكز التي يعني يعلم فيها القرآن، تعلم فيها الشريعة، ولا يبالي لا بنظافة المكان، ولا يبالي برفع الصوت، ولا يبالي مثلا بالكلام عن الدنيا أو النظر في الجوال أو ما إلى ذلك. لا، هذه الأماكن مجرد ما ندخل إلى المساجد
والأماكن المعدة للتعليم للعلم الشرعي لابد أن ننضبط بالضوابط الشرعية. إنما يعمر مساجد الله من؟ عمارة المساجد كيف تكون؟ الكثير منا يظن أن عمارة المساجد يكون فقط بالبناء ويعني الفرش والإضاءة والميكروفونات وما إلى ذلك. لا، العمارة للمساجد تكون إما عمارة حسية أو عمارة معنوية، تكون عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية تكون بالبناء والتشييد والنظافة والفرش والإضاءة وما إلى ذلك، وأعظم من هذا العمارة المعنوية، أن نجعل هذه المساجد، هذه البيوت، هذه المراكز أماكن لذكر الله سبحانه وتعالى، أماكن للتوحيد، أماكن لقراءة القرآن، أماكن للصلاة، للاستغفار، للمواعظ، للدروس، للخطب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، يعني لا أحد أظلم ممن يقوم بخراب المساجد. كيف يكون خراب المساجد؟ الخراب إما خراب حسي أو خراب معنوي. الخراب الحسي يكون بالهدم ورمي الأوساخ والتخريب، أما أعظم الخراب أن يكون خراب معنوي. نجعل هذه الأماكن، هذه المساجد، أماكن العلم، أماكن تحفيظ القرآن، نجعلها أماكن للشرك، أماكن للبدع، أماكن للرقص، للكلام عن الدنيا، للبيع والشراء والبحث عن المفقودات والكلام عن السياسة، ومن السياسة ترك السياسة. يعني هذه الأماكن لم تبنى لهذا، أو الكلام عن الحكام، أو الكلام عن يعني الموضة أو الأشياء الحديثة. كان هناك أناس يدخلون المساجد ويغنون فيها ويرقصون، فقال لهم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لهم: متى علم الناس أن الغناء سنة تتبع؟ يعني متى كان الغناء دين يتقرب به إلى الله سبحانه؟ في أي دين أو في أي زمن؟ متى علم الناس أن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع؟ يعني حتى هذه الأماكن ليست كالفنادق أو كالمقاهي يكون فيها الطعام والشراب والرقص والموسيقى. قال: تهان مساجدنا، تهان مساجدنا، هذه إهانة للمساجد، تهان مساجدنا عن ذاك السماع، وتكرم عن مثل ذاك البيع. يقول: لم نسمع قط أن هذه الأشياء تحدث في الكنائس، في البيع، في أماكن عبادة اليهود والنصارى. والله ما يصنع هذا، يعني ما يصنع هذا أحد، سواء كان باللعب بالجوال، سواء كان بالنوم، بالاتكاء، بالأكل، بالشرب. لا مانع أن الإنسان يأكل، يشرب، ينام في المسجد، لا مانع، لكن هذا بمقدار. لا نجعل المساجد كالمقاهي، كالفنادق، ولا يمكن. المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت حتى يقام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني كائنا من كان. أيضا ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ لابد أن ننكر هذا الذي نراه، يعني سواء كان في المدارس، في المساجد، من الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الحق مع المعلم، مع المدرس، مع الشيخ، لابد أن نسير في هذا الباب على ما كان عليه السلف، لأن الناس انقسموا تجاه الصالحين، تجاه الأئمة، تجاه العلماء، إلى طرفين ووسط. قسم يغلو فيهم قدحا، يعني يتكلم في المشايخ ويسب ويشتم ويستهزئ بالأساتذة، وأكثر ما حصل من خلل في عندما يعني كانت دولة مصر حرسها الله، يعني هذه الدولة أخرجت أساتذة وعلماء، لكن أرادوا هدم هذا الصرح الشامخ
أرادوا هدم المدارس، تخريب، فبدأوا بنشر الأغاني التمثيليات، حتى أخرجوا يعني مدرسة المشاغبين. الكل يعرف هذا، هذا واقع. لماذا؟ لأنهم إذا أفسدوا المدرسة فسد كل شيء، فسد الطلاب، فسدت العائلات، فسد المجتمع بأكمله. فالواجب أننا نتوسط مع العلماء. البعض قلنا يقدح فيهم، يستهزئ، يسخر، يسب، لا يبالي، ينام في الدرس، ينام في الحصة، يلعب بالجوال، يتكلم مع زميله. القسم الثاني يتمسح، يقبل، يسجد، يركع، يعظم الصالحين كتعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لم يصنع الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا عليهم رضوان الله عليهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إليهم. لماذا؟ لما يعلم من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لها. لكن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ماذا يريد منا المعلم، المدرس، الشيخ؟ ماذا يريد منا؟ هل يريد منا شيء من الدنيا؟ إذا كان يريد شيء من الدنيا هذا معناه أن النية ليست خالصة لله، هذه لدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا مذموم. نحن نريد أن تكون محبتنا للصالحين، للعلماء، للأساتذة محبة مبنية على الشريعة. نحضر الدروس ولا نتأخر، نستمع للدرس ولا نتكلم أثناء الدرس، ثم نضبط هذا العلم، نراجع هذا العلم، نعمل به، ندعو إليه، نعلم ما تعلمنا، ندعو لهذا العالم في ظهر الغيب، نذب عن عرضه. هذه هي المحبة الحقيقية. أما ما نرى من البعض يقول أنا أحب أحد المشايخ وأضع يعني صورة هذا الشيخ في جوالي أو في محفظتي، أو هذه ليست، بل هذا أول شرك حدث في الأرض من قوم نوح عليه الصلاة والسلام عندما صوروا تماثيلهم وعكثوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. لابد أن نتوسط مع الصالحين، لا إفراط ولا تفريط. فالصالح والعالم والمدرس يريد منا أن نأخذ العلم، نتلقى العلم تلقي صحيح، ثم بعد هذا يراجع هذا العلم، يعمل به، يدعى إليه، ندعو لهذا العالم في ظهر الغيب، نذب عن عرضه. يبقى معنا الحق السادس وهو الأخير، الحق مع، لا قبل هذا، الحق الخامس، الحق مع الكتاب. هذه الكتب الآن من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. في القديم لا توجد هذه الأوراق، كانوا يكتبوا على الجلود، على الحجارة، على الأخشاب، ولا توجد هذه الأوراق. وهذا من نعم الله الآن علينا أن هذه الكتب جاءتنا، وهذا الورق الأصفر الجميل، وهذا التجليد والتغليف لهذه الكتب. وأكثر من هذا أننا الآن خاصة في هذه الدول ولله الحمد تأتينا الكتب مجانا، وتجد كثير من الناس هدانا الله إياهم إما أن يقطع الكتاب، يضيع الكتاب، يكتب عليها أحيانا أرقام الهواتف، ذكريات، بعض الرسومات، أو لا ينظر في الكتاب أصلا. هذا الكتاب لابد أن تؤدي حق لهذا الكتاب. أقل شيء إن لم نقرأ الكتاب بأكمله، أقل ما يقرأ في الكتاب مقدمة الكتاب وفارسة الكتاب حتى نعرف محتوى الكتاب. أيضا لا يمكن أن نقتني من الكتب إلا الكتب التي اعتمدها أهل السنة والجماعة، الكتب الموثوقة. لا يمكن أن نشتري كتب السحر المشعوذين، كتب السحر، كتب الكهانة، كتب التي تتكلم عن قراءة الكف والفنجان والأبراج،
لا يمكن أن ننظر في هذه الكتب، لأن النظر في هذا الكتاب، من ينظر في هذا الكتاب لا تقبل له الصلاة 40 يوم. لو صدق هذا الكلام كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا من يقرأ في كتب السحر، كتب يعني سبحان الله تنشر الرذيلة. نعم هناك كتب موجودة في المكاتب تنشر الرذيلة، تتكلم عن الفواحش، تتكلم عن يعني تربية النشأ على خلاف التربية الإسلامية. أرادوا أن نتربى على ما تربى عليه هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. فهذه من النعم علينا، أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الكتب، نقتني الكتب. لدينا كتب، كل ما يعني يريد الإنسان بإذن الله يجد لهذا الشيء كتب مؤلفة من أهل السنة والجماعة. يعني عندنا كتب للدراسة كما ذكرنا لكم، مثلا الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، عقيدة الواسطية، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، تفسير ابن كثير، هذه كتب للدراسة. مثلا عندنا كتب للإطلاع للقراءة، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى مثلا. يعني نقرأ مثلا الكتب الدراسية، مللت أو وجدنا يعني فتور ننتقل إلى كتاب يشوق مثلا. هم يقول العلماء أن الطالب يرتاح من العلم إلى العلم، سبحان الله. كيف يرتاح من العلم إلى العلم؟ لأن احنا نعرف يرتاح يعني أنا يشرب شاهي أو قهوة أو يذهب في نزهة أو كذا. هم يقولوا أن العالم يرتاح من العلم إلى العلم، لأننا في هذه الأيام يعني إلا من رحم الله، يعني الأوقات، جل الأوقات ذاهبة سدى تذهب، الله المستعان. إذن هذا الحق حق مع الكتاب. إذن لابد أن ننتقل كتب، الكتب العلمية، الكتب المفيدة، الكتب المؤلفة من الأئمة. لأن البعض يأخذ أي كتاب، مجرد أن يقرأ الكتاب الدكتور فلان أو الشيخ فلان. لا، الآن مرض إنسان ماذا يصنع؟ يذهب إلى أي طبيب؟ لا. يذهب إلى أخصائي؟ لا. يذهب إلى بروفيسور؟ نعم، أو استشاري مثلا. كذلك حتى في الكتب الآن، يعني لا نقتني أي كتاب أو نسمع لأي أحد، لابد أن نسمع مثلا لكبار العلماء، كبار الأئمة، كالأئمة الأربع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز رحمه الله الجميع. الأمر السادس والأخير حق مع العلم. أي علم نتعلم، يعني مثال اليوم أخذنا أن الحقوق ستة: حق مع نفسه، حق مع زميله، حق مع كتابه، حق مع المكان، حق مع الشيخ والمدرس والعالم، وحق مع العلم. إذا انتهى هذا الدرس، هذا علم أخذناه لابد أن يضبط. يعني إذا كل ما نتعلم لابد أن نضبط هذه العلوم، لأنه لا يصلح أننا في كل مرة نأتي وندرس حقوق طالب العلم. انتهينا اليوم درسنا، إذا انتهى هذا الدرس لن يتكرر، ممكن نراجع بعد فترة، لكن نعيد الدرس مرة أخرى. مع هذا معناه أننا يعني ما استفدنا شيئا. إذا لابد هذا العلم، يعني لا يعقل أن يبقى الطالب مثلا في حفظ جزء عما مثلا 6 أشهر، والله ما يعقل هذا، ما يمكن. إذا العلم هذا لابد أن يضبط، لابد أن يراجع، لابد أن يحفظ. أي علم تعلمناه، ماذا أخذت في هذا اليوم؟ والله أخذت في هذا اليوم حقوق طالب العلم، حفظت مثلا سورة النبأ، حفظت مثلا سورة الرحمن، سورة الكهف. إذا لابد أن أراجع هذا الذي درست والذي حفظت. في اليوم الثاني لدي مراجعة للقديم، وأخذ أحصل درس جديد، وبهذا يعني نرتقي شيئا فشيئا حتى يعني يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. إذن هذا العلم لابد أن يضبط، لابد أن يراجع، لابد أن يعمل بالعلم. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن.
أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلامة، عالم تعلم العلم ولم يعمل به. وقال البعض قال هتف العلم بالعمل، يعني العلم ينادي العمل، يتصل على العمل يقول تعال، فإن أجابه يعني جاء العمل إلى العلم وبدأنا نعمل بما علمنا، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني ذهب العلم حتى العلم. ونحن في كل صلاة نقول غير المغضوب عليهم وهم اليهود تعلموا ولم يعملوا، ولا الضالين وهم النصارى الذين عملوا بلا علم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذا الدرس. ولو كان هناك أسئلة بإذن الله يعني نجيب عليها بما يفتح الله سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه السائلة تقول كيف أوفق بين يعني سماع الدروس والحضور مثلا وحفظ القرآن أو الجلسات أو ما إلى ذلك. الله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فطالما أن الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يبارك له في أوقاته وفي أمواله وفي أولاده وفي كل شيء. الوصية هي تقوى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لي يعني الهمة في طلب العلم وما إلى ذلك، الله أعلم أن الهمة تكون يعني شحن الهمة تكون الله أعلم بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ السيرة، نعمل، ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاد في هذا الأمر وفعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون. نعم. أما الكلام في أولياء الأمور، في الحكام، في يعني بعض الأمراء، في الوزراء، هذا من الغيبة والنميمة، ولم يكن من حال السلف هذا الأمر. وما لنا وما للحكام، ومن السياسة ترك السياسة. والبعض يتكلم مثلا عن الدولة السعودية، عن دولة قطر مثلا، عن دولة كذا، عن دولة مصر، هذا ليس لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، هذا لا يعنيني أنا ما يحدث في مصر، لا، قال لابد أن يعني أعرف أحوال المسلمين. صحيح، معرفة أحوال المسلمين شيء، أما الطعن في الحكام، الطعن في الشعوب، الكلام عنهم، الكلام عن الوزراء، هذا غيبة ونميمة، وماذا نستفيد من هذه الأشياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس أي ظلم الناس. فإذا كان الإنسان يرد الحق يعني يبين له الحق ثم يرد هذا الحق، نعم، ويظلم الناس، هذا هو الكبر. أما الإنسان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، هذا ليس من الكبر، والله أعلم. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المرء يعني أن يرافق الصالحين، لأن بمرافقة الصالحين يعني بإذن الله يتواضع الإنسان، يزور مثلا المرضى، بزيارة المرضى يعرف نعم الله سبحانه وتعالى عليه. سنتكلم عن مسألة مهمة، يعني مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. لابد أن المؤمن يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. بعض الناس يقول يعني نسأله مثلا يا أخي لماذا مثلا تشرب الدخان، يقول لو شاء الله ما شربت الدخان، إنما أشرب بقضاء الله. وبعض الناس مثلا نسأل عافية السلامة يشرب خمر، يا أخي اتق الله لماذا تشرب خمر، يقول لو شاء الله ما شربت الخمر. فماذا نصنع مع هذا مثل الذي يقول هذا؟ يعني أو مرأة مثلا سافرة
يعني لا تلبس الحجاب الشرعي. لماذا يا أختي لا تلبس الحجاب الشرعي؟ تقول قدر الله علي هذا، ماذا أصنع؟ فمثل هذا الذي يقول هذا الكلام، يقول العلماء مثل هذا يضرب حتى يغمى عليه، يعني نضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق وقال لماذا تضرب؟ نقول قدر الله سبحانه وتعالى هذا، ماذا نصنع؟ فإن اقتنع تركناه، وإلا ضربناه الثانية حتى يقتنع. هذا الكلام يعني نقول هذا الكلام من أجل يعني تفهم هذه المسألة، وإلا يعني لا نأمر بالضرب أصلا. رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأمر عمر رضي الله عنه بالشريعة أن تقطع يده حدا. فاعترض على أمير المؤمنين، جاء معترضا قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أنا سرقت بقضاء الله وهذا أمر كتب الله سبحانه وتعالى عليه. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله، أتلومنا على شيء كتب الله علينا؟ كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ فأجابه بنفس الحجة. فالعبد لابد أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، وعلم ما العباد فاعله، نعم، وكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة، ثم أمر العباد ونهاهم. وبعد هذا العبد نعم له مشيئة وإرادة، يعني الواحد منا يقول الآن بعد الدرس أريد أصلي في مسجد كذا، نعم، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. الذي يريد العلم الشرعي يستطيع أن يطلب العلم في كل مكان، حتى في المستشفى وهو يمشي، في السيارة، في العمل، في مثلا أوقات الفراغ. عندنا بعض الشباب يراجع حفظ القرآن وهو يصب القهوة في مجلس والده. الذي يعني الآن إحنا أيام الاختبارات كيف نراجع، كيف نحفظ في كل وقت؟ حتى أحيانا الواحد منا وهو نائم أيام الاختبارات يراجع وهو نائم من كثرة ما يتعلق بهذا الشيء. فلو تعلقنا بحفظ القرآن بإذن الله نحفظ في كل وقت. من يعني يقول يتصرف مع الناس وينصح له ولا يرى النتيجة، نحن علينا البلاغ، الهداية بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه وما استطاع، وأنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكرر عليه ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لم يترك. فنحن علينا العمل، نبتغي الأجر عند الله، إذن علينا الدعوة، ولا بد من الصبر، لأن البعض يقول يعني صنعت وأمرت وحاولت ولم أجد فائدة. لا، هناك فائدة، لأن نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما هو يدعو إلى توحيد الله وما أجابه إلا القليل. والنبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة. ترك الدعوة؟ لا، لم يترك الدعوة. إذا نحن علينا أن نستمر على الدعوة، نصبر، لأن من شروط الدعوة الصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفرق بين الشرك الأكبر، بين الشرك والكفر، بعض العلماء يفرق بين الشرك والكفر، وبعض العلماء يقول أنه لا فرق بين الشرك والكفر، لأن الكافر، الكفر من التغطية. الكافر الآن اتخذ إله هوى، وإذا اتخذ إله هوى هذا معناه أنه جعل الهوى شريكا لله سبحانه وتعالى. وعلى أي اعتبار الثمرة من هذا؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة أن نحذر من الشرك الأكبر والأصغر، وكذلك الكفر الأكبر والأصغر، ونحذر من الكبائر ونحذر من الصغائر. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بالنسبة للكتاب الموزع لكم
هو متن في الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام. يعني هذا من باب السير على ما أخذنا في هذا الدرس، نريد أن نتعاون في دراسة هذه المتون الثلاثة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام. نهاية كل متن من هذه المتون الثلاثة اختبار، يعني لو كل طالبة تأخذ هذا المتن ثم تبدأ بحل الاختبار في آخر كل متن، ثم بعد هذا ممكن مراجعة هذا الاختبار على الموقع المدون في غلاف الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.